معايا عبر الهاتف رئيس تحرير جريدة روزا اليوسف الزميل الأستاذ أحمد باشا. أستاذ أحمد أهلا بيك. اهلا بحضرتك يا استاذه قصواء. أستاذ أحمد، ماذا تعني روزا اليوسف في مستقبل الصحافة المصرية؟ اولا خليني اقول لحضرتك ان روزا اليوسف هي درة تاج الصحافة في مصر، وهي سيدة الصحافة العربية. احنا بنفخر كابناء روزا اليوسف احنا ننتمي لهذه المؤسسه العريقه، والتي هي المؤسسه الوحيده في العالم كله التي تحمل اسم امراه، وهو امر نفخر به نحن ابناء روزا اليوسف. روزا اليوسف هي المدرسه الصحفيه الام في الصحافه المصريه، وتخرج على يدها كل اقطاب الصحافه ونجوم الصحافه والاعلام والسياسه عبر التاريخ. ممكن احنا على بعد سنوات قليله من مئويه روزا اليوسف. روزا اليوسف وإذا كانت قاربت أن تتم عامها 100، قرن من الزمان من الصحافة والثقافة والفكر وباعتبارها بيت تفكير، هي لا زالت شابة وهي قاربت على قرن من العمر. روزا اليوسف، يمكن احنا النهاردة كتير بنتكلم عن ماضي روزا اليوسف، لكن خليني أكلم حضرتك عن حاضر ومستقبل روزا اليوسف. روزا اليوسف المؤسسة القومية العريقة. أولاً، لولا روزا اليوسف ما كانت الصحافة المصرية قد تم مدها بعديد من المواهب، وجرت شرايين الصحافة المصرية، لأن احنا كنا أصحاب تقديم كثير من المواهب لهذه المهنة، ولولا روزا اليوسف لكانت هذه المهنة الآن في أزمة كبيرة. روزا اليوسف هي المؤسسة الأكثر استقرارا على المستوى الإداري والتحريري. روزا اليوسف هي النسبة الأكبر من العاملين بها سواء على مستوى التحرير او الاداره او المطابع من الشباب. اذا كانت الدوله تتحدث عن تمكين الشباب فهي نموذج تم اقراره في روزا اليوسف على عده مستويات، بما فيها ايضا رؤساء التحرير. حضرتك، هي روزا اليوسف ربما كانت في التغييرات الصحفيه الاخيره كانت التجربه الاجرأ وتنفيذا لسياسه الدوله المصريه من تمكين الشباب، فكان ان ولي عدد من رؤساء التحرير من جيل الشباب رئاسة التحرير مطبوعات روزا اليوسف العريقة. وأتصور أن روزا اليوسف مذاق مختلف في الصحافة المصرية. نحن نتحدث عن استقرار مالي وإداري، نحن أفضل فيما يخص الأوضاع الصحفية في وقت قد يكون أو قد يشهده البعض مأزوما إلى بعض الشيء في أزمة الصحافة عموما والمؤسسات الصحفية. روزا اليوسف الأكثر استقرارا، ونحن حاليا من خلال الهيئة الوطنية للصحافة باعتبارها المالك والتي تدير المؤسسات الصحفية القومية مع السادة الزملاء في المؤسسات الصحفية القومية الأخرى، نستعد لخطوة جديدة للمستقبل عبر وضع خطة بالتنسيق مع أجهزة الدولة وعلى أعلى مستوى في الدولة المصرية لتمكين الصحافة القومية من تقرير مصير مستقبلها والازدهار بمستقبل مشرق، سواء في الديون أو إدارة أصول المؤسسات الصحفية، وصولا لعودة ازدهار مرة أخرى الصحف القومية ونشلها أخيرا. ومؤخرا هناك إرادة سياسية قوية لدى الدولة المصرية لانتشال الصحف القومية والمؤسسات القومية من واقع استمر لسنوات طويلة لوضعها على أول طريق التصحيح على المستوى الإداري والمادي والتحريري. روزا اليوسف، واسمحيني أن أنا أتكلم باسم زمايلي في روزا اليوسف، وجدت لتبقى. هي قاربت على إتمام 100 عام من عمرها، لكن ينتظرها مئات الأعوام إن شاء الله في الأعوام القادمة. إن شاء الله. أنا بشكرك شكرا جزيلا الزميل الأستاذ أحمد باشا رئيس تحرير جريدة روزا اليوسف، شكرا جزيلا.